ازيك يا سما؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه. سما انت موجوده دلوقتي معايا في غرفه المطبخ، مستعده للتحديات والاختبارات؟ جاهزه يعني؟ يلا نبتدي. طب احب اقول لك بقى يا سما ان انت لو كسبتي معايا هتاخدي جوائز كتير قوي. اوكي يلا نبتدي. اول تحدي معانا هو تحدي العصير. لو شربتي العصير ده اسرع مني يبقى انت اللي كسبتي، ولو انا اللي شربته اسرع منك يبقى انا اللي كسبت. اوكي العصير بتاعك اهو، يلا 1 2 3. انا خلصت. ستوب. ستوب. سيبي العصير بتاعك. بتقولي ايه؟ شفتك. شفتي ايه؟ شفتك. شفتيني ايه؟ خساسه. خساسه؟ ايوه انا خاسه فعلا شويه. ايه؟ رميتي ليه؟ ايه؟ خلاص. رميت ايه؟ العصير. انا رميت العصير؟ خلاص يبقى انا متهيئه. ايوه متهيئلك يا بنتي، انا شربته كله. فاهماني؟ يا لهوي ده العصير هيغرق الدنيا. انت سمعتني؟ لا. بس خلاص اوكي. وما دام انا اللي كسبت يبقى ايه اللي هيحصل؟ هترش عليا؟ ايوه رش عليكي. ودي ده هناك. يلا مستعده؟ مستعده. مستعده جامد؟ ماشي. ويو 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 ويو. خلاص؟ ارش تاني؟ تاني 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 تاني. ممكن احطها في الصلصال؟ لا ازاي؟ ده بقى تحدي الحله السحريه. الحله دي بتحقق لك كل امنياتك، كل اكل نفسك تاكليه هتلاقيه موجود هنا، بس بشرط انك تغمضي عينك وانا اكله لك وانت فاتحه بقك، ولو عرفتي ايه اللي انت كلتيه هتاخدي الهديه، لان ده اخر تحدي. اوكي يلا غمضي عينك. يلا افتحي بقك. افتحي بقك. ها ايه؟ كلي كلي. لا لازم تاكلي، لازم تاكلي ولا هتخسري. ها ها. ايه اللي انت بتاكليه ده؟ طحينه. لا. ايه اكتر اكله بتكرهيها؟ سبانخ. بصوره بحبهاش. وحشه؟ ما انت كلتيها. كلتيها وطعمها عجبك صح؟ بصراحة طعمها عجبك صح؟ يعني انت كنت طول الوقت دوت بتظلمي البصارة صح؟ وهي طلعت غلبانة وطعمها حلو مش كده؟ هتاكليها بعد كده؟ لا ولا هتاكليها؟ خلاص؟ يعني لما ماما تديلك وتقولها الله يا ماما البصارة جميلة؟ اكلها كأنها حلو. كأنها؟ كانت حلو. غمضي عينك بقى يلا. افتحي بقك. الحينه. ايه؟ الحينه. كليها بس الاول. كلي. ها ايه رايك؟ ايه؟ ايه؟ لا لا ايه انت كلتي خلاص. طعمها حلو. طلعت حلوه. طلعت حلوه قفشتك صح؟ صح؟ يعني الطحينه طلعت هي كمان حلوه. كنت بتكرهيها ليه بقى؟ عشان كانت ماما بتحط عليها بصل. فانت كنت عشان كده بتاكليها وحشه، لكن دي طحينه حلوه؟ طيب لو سمحتي يا ماما تسمى بعد كده ما تحطيلهاش على الطحينه بصل عشان ترضى تاكلها، صح كده؟ خلاص. وبما انك كنت شطوره معايا يا سما فانا احب اقول لك انك كسبتي معايا في تحدي المطبخ، الف مبروك.